السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بتلميذ مستوى أولى بكالوريا جميع الشعب العلمية، علوم رياضية، علوم تجريبية وعلوم اقتصادية. في هذه الفقرة الأخيرة من الدرس فقط، ولكن تمارين باقيين حول درس حساب النهايات، كالكيل دو ليميت أو ليميت دي فونكسيون. ألوغ اللي ما شافش الفقرات السابقة، الرابط في الوصف، كاين الفقرات مرتبة وكل فقرة فيها فيديو وتمارين تطبيقية مع التصحيح نتاعو. ثم كاين الكويز فينال باش تستي ان راسك واش فاهم ولا لا. ثم كاين لي سيغي ديكزيرسيس افيك لا كوريكسيون. الوغ حنا دابا غادي نشوفوا واحد لابارتي يعني التاليه ان شاء الله، هي كومون كالكيلي لي ليميت دي فونكسيون تريغونوميتريك، النهايات ديال الدول المثلثيه باستعمال لي فورمول تريغونوميتريك، دوك لي فورمول ديال كوس ا بلس بي سين ا بلس بي الى غير ذلك. الوغ ناخذوا هذا المثال وتقدروا تطبقوا فيه اي مثال كيف ما كان. دونك الوغ هنا الى عوضنا كوس اكس بالبي سور 6 غادي تعطينا كوس بي سور 6، يعني نديرو هنايا الدائره المثلثيه باش نعرفوا شحال كتساوي كوس بي سور 6. دونك بي على 6 هي هذه، عفوا نجي شويه الفوق. المهم كوسينس نتاعها هو راسين 3 سور 2، كوس بي سور 6 هو راسين 3 سور 2، وسينس بي سور 6 هو 1 دومي، صحيح 1 دومي. مزيان، اذا الى عوضنا كوس بي على 6 هي راسين 3 سور 2 ياك، هادي راسين 3 سور 2، و سينيس بي على 6 هي 1 دومي، يعني راسين 3 سور 2 يعني تعطينا 0 سور 0، نعوضنا بي على 6 تعطينا بي موان بي 0. إذا 0 سور 0 فورم انديتيرميني، شكل غير محدد، ولكن للأسف حنا ما كنعرفوش شي طريقة باش كنحلو هاد المشكل ديال الشكل غير محدد نتاع السينيس والكوسينيس، ماشي التعميل ولا المرافق، هنا ما كاينش داكشي، كاين في الجدر المربع، وإنما كنعرفو غير دوك لي فورمول ديال لا ليميت كون إكس تون فيغ 0 نتاع سينيس إكس على إكس كتساوي 1، وكنعرفو كذلك لا ليميت كون إكس تون فيغ 0 نتاع المهم 1 موان كوس إكس سور إكس كاري إيكال 1 دومي إلى غير ذلك، زائد نتاع التونجونت إلى غير ذلك، ولكن حنا دابا غنشوفو من هي اللي غنحتاجو غنشوفو. ألوغ كيفاش كنديرو باش كنحلو هاد لو بروبليم؟ كيما قلتلكم في لا فيديو السابقة كنستعملو شونجمون دو فاريابل ياك، هنا غنديرو أون بوز، هانتا غندير في الورقة ديال الجواب أون بوز، يعني هادشي خصو يتكتب تي إيكالا إكس، حيت عندنا لي ليميت غير في الزيرو اللي كنعرفوهم، إكس موان بي سور 6. ألوغ إلا كانت تي هو إكس موان بي سور 6، شنو غتكون إكس؟ إكس هي تي بلس بي سور 6. مزيان، ألوغ إلا كان إكس تنفير بي سور 6 شنو غادي تكون تي؟ تي غتكون إلا كان إكس هو بي سور 6 تي غتكون زيرو، حيت تي هي إكس موان بي سور 6، بي سور 6 موان بي سور 6 زيرو. مزيان، إذن هادي غتولي لنا لا ليميت كون تي تنفير زيرو نتاع أش؟ نتاع كوس في بلاصة إكس غادي نديرو تي زائد بي على 6، كوس تي بلس بي سور 6 موان راسين 3 سين تي بلس بي سور 6 ياك؟ لو تو ديفيزي باغ 6 إكس يعني 6 إكس يعني 6 في تي زائد بي على 6، يعني هي 6 تي زائد بي على 6، يعني هي 6 تي زائد بي، إلا ضربنا 6 في هذا 6 إكس تعطينا 6 تي زائد بي، ناقص بي تبقى 6 تي، احسبها على خاطرك. ألوغ هنا إيكال لا ليميت كون إكس تنفيغ باردون تي تنفيغ 0، الفوق غادي نستعملو لي فورميل تريغونوميتريك كوس أ بلس بي وسين أ بلس بي إلى غير ذلك. ألوغ بالضبط حنا غادي نستعملو كوس أ بلس بي وسين أ بلس بي، كوس أ بلس بي وسين أ بلس بي، هاد جوج الفوقانية والثالثة. ألوغ إلا بغينا نستعملوهم دونك كوس تي بلس بي سور 6، كوس أ بلس بي هي كوس أ كوس بي، يعني كوس تي كوس بي سور 6، كوس تي و كوس بي سور 6 هي راسين 3 سور 2، يعني راسين 3 سور 2 فوا كوس تي موان، ألوغ سين أ سين بي يعني سين تي سين بي سور 6، سين تي سين بي سور 6 يعني سين تي سين بي سور 6، سين بي سور 6 هي 1 دومي يعني 1 دومي سين تي، يعني 1 دومي سين تي موان راسين 3 فوا، غادي نشوف ديك راسين 3 في التالي غادي نشرها ديريكت في دقة واحدة. دونك سين أ بلس بي، شنو هي سين أ بلس بي؟ سين أ بلس بي هي سين أ كوس بي بلس كوس أ سين بي، سين أ يعني سين تي كوس بي سور 6 راسين 3 سور 2 مع راسين 3 تولي 3 سور 2، 3 سور 2 كوس سين تي يعني كوس 3 سور 2 سين تي، يعني 3 سور 2
sin t moins 3 sur 2 t. مزيان. Moins racine 3 عاود plus cos a sin b. Cos a يعني cos t sinis يعني 1 demi يعني moins racine 3 sur 2 sinis cos t. حيت cos a sin sin b صحيح. Alors le tout divisé par انت حسب غير بشويه عليك ما تخممش 6 t. Alors égal. Donc racine 3 sur 2 cos t moins racine 3 sur 2 cos t غيمشيو. تبقى لنا لا ليميت كون تي تون فيغ زيرو موانز ان دومي موان 3 سيغ دو هي موان 4 سيغ دو هي موان موان 2 سين تي يعني موان 2 سين تي سور 6 تي. هنا ايكال لا ليميت كون تي تون فيغ زيرو نسامبليفيو بالدو مع 6 تبقى لنا موانز ان سيغ 3 فوا سين تي سور تي. وكنعرفو ليميت ديال سين اكس سيغ اكس كون اكس تون فيغ زيرو ايكال 1 يعني هادي هي تي تون فيغ زيرو سين تي سور تي ايكال 1 موانز 1 دومي فوا 1 هي موانز 1 سور 3. دونك هادي هي لا ليميت. اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا من هذا الدرس. في موقع كيفريمات دوت كوم كاين تمارين واختبارات الى غير ذلك. اذا حاولوا تتابعوا الدرس بالترتيب من الاول الى الاخير وتبارطاجيو هذا المحتوى مع الاصدقاء نتاعكم باش تعم الفائده. شكرا والى اللقاء بحول الله.